إذا في أي سياق تضع عسكرة البرلمان، يعني سيطرة الجيش على البرلمان من الداخل، منع موظفي الحكومة من الولوج إلى القصبة، الهجوم على المقرات بعض القنوات التلفزية، يعني في أي إطار تضع هذا إذا كان الرئيس لم يضع قراراته موضع التنزيل إلى حد الآن؟ شوف، أنا أولا أتمنى أن لا يتورط جيشنا الوطني ولا مؤسستنا الأمنية أكثر في هذا الصراع السياسي الذي لا ناقة لهم فيه ولا 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 جمل. ربما القيادة العسكرية والقيادة الأمنية عندها تقدير ما تحاول أن تحفظ الحد الأدنى من مؤسسات البلاد ومن تراتبية السلطة في البلاد بحكم طبيعتها وبحكم تكوينها، ولكنني لا أعتقد أنها ستذهب أبعد من مما ذهبت إليه اليوم. أيضا قرارات الرئيس في حد ذاتها تحمل مؤشرات تراجع في مواقع معينة، يعني وهذا واضح بين الخطاب الذي ألقاه الرئيس وبين البيان لاحقا الذي صدر عن الرئاسة، هناك عدة نقاط فارقة. أنا أدعو القوى الديمقراطية وخاصة أدعو الأحزاب السياسية وأدعو الكتلة البرلمانية إلى التصرف بكل حزم دفاعا عن مؤسسات الحكم الديمقراطي. بلدنا لا يتحمل كلفة مثلا عدم وجود حكومة، الحكومة ورئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية حسب ما يشير إلى ذلك الدستور، وأي فراغ على هذا المستوى وأي خرق للقاعدة الدستورية وللعرف الدستوري ستكون كلفته باهظة على مصلحة البلد العليا في مثل هذه الظروف التي نقطعها، يعني ظروف أزمة الكورونا والأزمات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية. انتظروا أيضا موقفا واضحا من الاتحاد العام التونسي للشغل. جل القوى الحزبية يعني عبرت عن مواقفها بشكل واضح، ما عدا حزب شذ عن الشعب القاعدة أي بتبنيه مثل هذه الخروقات. وأنا على ثقة في أنه يعني النخبة التونسية الديمقراطية الحقيقية ليست نخبة سهلة، واجهت بن علي وواجهت بورقيبة قبله، ولا أعتقد أنه باستطاعة أحد أن يتعملق عليها أو أن يخيفها أو أن يفرض عليها ما ليست هي مقتنعة به.